جلبرتو معانا على التليفون، نرحب بيه. جلبرتو، مساء الفل يا جلبرتو. خير، وحشنا جدا ووحش كل الجماهير الاهلاويه. انا كمان وحشني جدا. انا لعبت في نادي 8 سنين، فتقريبا هم زي عيلتي. انا وحشني الجماهير، وحشني القاهره، وحشني. فده فخر كبير لي ان انا شاركت هنا في النادي. جلبرتو، لازم اسالك انطباعك عن وجودك من ضمن الكبار او النجوم الكبار في اعلان الشركه الرائعه للنادي الاهلي، كان انطباعك ايه عن هذا التواجد؟ انا شايف ان الاهلي نادي كبير فدي حاجة انها تشجع الشباب اللي موجودين في مصر لفكرة الاعلان ديت. فاللعيبة اللي عملت جزء من الاعلان ده ففي لعيبه احنا بنشجع لعيبه الشباب اللي ممكن تكمل في نفس الطريق اللي مشيت فيه النجوم دي. ففي لعيبه كتير عندها موهبه عايزه تشارك في انديه زي في النادي الاهلي، فده اعلان زي ده وفكرته بتشجعهم. اكيد جلبرتو، لو كلمتك على جيراودو، شايف ان هم ان شاء الله ممكن يكون امتداد لنجوميه جلبرتو وفلافيو؟ Pode falar mais alto? احنا ما نقدرش نقارن فتره من الثانيه. ففي فترات مختلفة تماما، مش بس مع جيرالدو، الجديد كله بيلبس التيشيرت بفخر، فاحنا لازم نساندهم بالطريقة ان هم يقدروا يقدروا يعرفوا بيها المستوى اللي عم يلعبوا عليه اساس حجم النادي. الصوت مش واضح. Haja um acompanhamento de vídeo, todo o apoio necessário para que eles possam alcançar esses objetivos. نديهم كل المسانده المطلوبه للجيل دوت ان هم يوصلوا لاهداف النادي. يعني جلبرتو حسني هو سريع، كان لعيب سريع، لعيب مهاري، عشان كده كمان سريع في كلامه، فحاول يعني حاول تكون معاه. جلبرتو، شفت لحظات تاريخيه مع النادي الاهلي وشفت لحظات كتير قوي جميله، لكن قول لي اجمل اللحظات اللي علمت في تاريخ جلبرتو كانت ايه؟ صعب ان اختار اللحظات. كانوا 8 سنين فيها نصر كتير للنادي، وفيها دولا لي
mas também isso fruto do apoio de uma direção. كان في ساعتها في مساندة من مجلس الإدارة ساعدنا جامد ومدرب كان بيتطلب مننا شغل كتير كان مستر مانويل جوزيه فكان في كل الناس كان شغل مترابط مع بعض المدربين واللاعبين كلهم قدروا يعملوا تاريخ مع بعض فالنادي الأهلي ليه حجم عالمي فيستحق إن يكسب بطولات و واللعيبه اللي موجودين اكيد دلوقتي برضه عارفين حجم المسؤوليه اللي عليهم لان هيبقى في دلوقتي تاريخ مختلف بس الهدف هو دايما الفوز بالماتشات او الفوز بالبطولات الاهلي بيدخل فيها بس دلوقتي انا برجع عيد تاني ما ينفعش ان احنا نعمل مقارنه بين الماضي وبين الحاضر اكيد فاحنا لازم دلوقتي نبص لقدام ونبص للاعبين الموجودين اكيد اللعيبه اللي النادي اختارهم ونشجعهم بطريقه تخليهم يشتغلوا بطريقه تخلي النادي الاهلي انه تاني يكسب بطولات افريقيا لان اللعيبه ديت بتلعب في نادي مش بس بيلعب على الدوري المصري بيلعب في افريقيا كلها فاللعيبه ديت ممكن تدي الفرحه لكل الجماهير لنادي كبير زي النادي الاهلي اكيد جيلبرتو انا هني معاك طبعا توحشنا جدا نفسي اقعد اتكلم معاك علشان بس نجم جيراردو لسه نحفظه لو قلت لك او كل جميل اهلاويه مستنياك توجه نصيحه واحده بس تكون نصيحه من ذهب لهذا النجم الواعد ممكن تقول له ايه Only one advice. انت في مؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي فانت بتحس فيها بالقوه فيها كل الامكانيات اللي بتتقدم لكل الرياضيين فلازم النادي اللاعب يقدر يعرف قيمه وحجم النادي اللي هو بيلعب فيه نمشي على 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 طريق النادي مش بس نكسب بس الدوري المصري نكسب كمان كل البطولات اللي النادي بيدخلها فده كمان اللي اتعلمه في النادي الاهلي ان مش ده بس الفوز جوه على المستوى المحلي فوز كمان على المستوى الافريقي والقاري القاره الافريقيه فبيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي فلازم يبقى على مستوى البطولات دي كلها جيلبرتو طول عمرك لعيب كبير جدا وشخصيه مميزه جدا وكلام كلامك كلام مميز جدا وكبير جدا جدا يا ريت يعني كان الزمن طال بيك وكنت لسه مشرفنا في النادي الاهلي كلاعب وحشنا جدا جدا ان شاء الله تكون متواجد معايا هنا نعمل بقى معاك لقاء حصري لكل جماهير الاهلاويه اللي مستنيه تشوفك وتسمعك كتير جدا شكرا جدا لهذا النجم الكبير جيلبرتو